جزاكم الله بالخير. صلاح كارياس عدالي صار مدس داخل الميلس، بيجيني محمد الصليط الحين على وصل، فتحت له الباب قال لا خبر هني انا هني بي وبروعه. الحين هو صار دخل دا صلاح هتشوفه داخل مندس ما يبي حد يشوفه. الصليطي محمد وصل زين، وحين صلاح يبي يوم بيحيد الصليطيه حق روعه، يبي روعه. هذا محمد بن احمد بن حمد الصليطي. نعم صلاح. كيف انت؟ يا مرحبا ابو احمد ما شاء الله تبارك الله. اقول لك حريت زاد الا بيتكم. ما ادري الساعه وين فيها ما شاء الله. ما شاء الله كبرت البلاد. انت متى ما يبغى؟ انا جد والله. لا انا جاي منك من صوب الوفرق. يا الحين صلاح وين قال لي من يجيك؟ صلاح وين بيروعك؟ وين داخل؟ انا اشوفه. زين شو اخبارك خالد؟ انا بخير وسهاله. شو العيال؟ الحمد لله كلهم طيب. اروح وين نحطه؟ او انك عاد الحين ما تدري ادري انا من هذا صلاح اول اللي يبي يربوحك. صلاح صلاح تعرف هذا ابنه صلاح اخ عليك هذا ابو احمد هذا اي صديق قديم ما الاول هذا ابوي خشب ما الاول والله اقول لك ابوي هذا عرفت شوف راسك انت صدق ما تعرف الصليطي؟ اعرف جينا الاول بيت عوشه البطين ايه كيف عيت تقول نسيته؟ في عندي بابا ابوي احمد بابا نسيت من زمان اجدم صديق عندي زين شو اخبارك؟ كل شيء زين؟ راسك بخير كل حد يتخبر عن راسك ابشركم ان صلاح بخير وسهاله انا شو موكو ابو احمد ما طرش لك هالكثر مسجات بعدكم العيال طرشين بعد صوروني في البيت لتوني صورت في ياها بعد ما شاء الله على الوالد سبورته ما شاف سبورته الثاني اللي احنا استوى اي والله لا ما بسم الله عليك شفت كيف ما شيء عليك ما عليك قصيرة كل ما فيه بس عادم التليفونات محمد ولا سكر التليفون كل دقيقة حد يدق وين تحرك تقول طهران هكذا تقدر تقول لك تليفونات كل عشان شباب لا يعني انت اسمعك تقول بس طهران طهران يابان هذا ربيعنا هذا ربيعنا ولو ما بهذا الرجال انا ما سامحته انا بدي اخش اخ الله يسلمك يحفظك هذا ابوي ربيعنا اللي بيصير وياي ابراهيم توفيق ابراهيم توفيق الظاهري من ربع الاوليين صدقاني الغالين اخوتي اللي رابين ضربه ما تقصر انت وايد تاخرت تراك ها اخرت هنا لو ما الله ولو ما بحشمك كنت ان يا بييها شيء ما يا بييه ما يا بييه ما يا قبل هاك الايام كذي جايين هالراش من سنين اهون عليك ابو احمد اهون عليك يلا يلا غايت يلا الله يحفظك يلا في مال حبيبي مع السلامه في مال الله ان شاء الله حبيبي ابراهيم وايد تاخرت ابوي والله سوري فديت قلبك يا ابو احمد ما عليه ما عليه لا تشوف الصليطي داخل يترياك ما عرفك تدري قلت لابراهيم توفيق والله ما عرف عارفون انتم يا الله الزمن والله قال لي ما عرفته يقول محمد ما تعرف ابراهيم لا عرفت الحين وقبل كيف قبل ما اعرف توفيق شيء نكنيم تعرف بيه؟ ايه لا بدون نكنيم بس ما ما شاء الله ما شاء الله ها ابو احمد رقم واحد اشكر فنك ها منو ها
شكل هذا هني من هني بيسوي لكم بعد انتو غيره انا وانتو الا واحد نو اقول لك ثاني مره اسافر والقات في نفس المكان هي والله من حظي الله يسلمك يا ربي بتفوتني رمزة لا تقولون شيء لين أجيكم بيتك الأصفر لعدال الوافير هي نعم وحين تلاقيت وياك والحين تلاقيت وياك سبحانك أدورك دواره يا سبحان أنا إبراهيم يمع حمدان الفلاحي والله والنعم ياري نعم. ولا تلاقى وياك هذا هو ترى سبحانك ولقيتك هني يا سبحان الله وهذه الله يعوضك يسلمك احنا من متابعينك ونحبك ترى من طيبك الله يسلمك وين بها ان شاء الله رايحين على اسم غفور ان شاء الله افات حريت طوكيو لا كنا في امريكا والحين رايحين اعداد الله يسر امورك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبي ان شاء الله اخت حنان شكرا جزيلا على كل هالجهد الجبار اللي بذلتيه لاجل ان نخلص باسرع وقت بارك الله فيك ومشكوره ما قصرتي وسلمي على البنيات اللي ما يبنا نصورهن يلا مع السلامه والله يا ابو كل مشكله الحين هناك في طوكيو وين بين سنه ترياكم انت تسحبون ماشي انت سريع لكن هذا ابو احمد ما شاء الله عليه تراما ها ما عليك باس ما عليه باس بالله عليه ابو احمد لا عادي تراما ما شاء الله عليه مع السلامة thank you to where you are going Manila okay you Manila also you Japan okay يلا thank you bye حليل ايه ها وين ييت اكبر زوم وبعكني ما وصلت عندك تبعنا اللي بدنا وين صيفي وين ايوه خيق ها شبد السمسك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباحكم الله بالخير الحين بتوقيت اليابان يعني صباحكم الله بالخير الامارات بعدني ما اعرف شو كيف عندكم من بدرتكم تقريبا من 8 ساعات او 8 ساعات ترى الحين توقر طياره رقدت أول ما طارت الطيارة لين الحين أيام يقول لك أبوي يرقد خلي البال لين الهم استراح الحمد لله رب العالمين الهم مريحين مريحين خير وسهالة ولا نشف باس اللهم لك الحمد فلذلك نشيت ولا ما نشيت الحين وهي وعدتني بعد قلت والله نحن لا نقعد بشوية شو رايك تبريو قلت هي شو عندكم قالوا عندنا هذا بيض خبوط وكرواسون وزبده كوبي بتيبي تذكرتني ما سلمت عليكم قلت بسلم عليكم ابتدينا يعني الله يحفظكم بالهبوط التدريجي الى مطار ناريتا طوكيو فيها مطارين واحد منها اسمه مطار ناريتا يبعد ما يقارب 60 كيلو من قلب العاصمة من عين الماء قلب العاصمة يعني عين الماء على قولتي أنا عين الماء يعني مرة وين المدافع ضاري يتحن هذا بعين الماء هالمطارين الله يحفظكم مطارين طوكيو فيها مطارين جريتوا عاصمة فيها مطارين ما شاء الله من الخلوق نحن مطار 160 كيلو شيء مطار أقرب عنه المطار الثاني اسمه مطار هانيدا مطار هانيدا اقرب من شنتيا طوكيو من قلب العاصمة يعني عن مطارنا نحن لكن نحن بننزل في المطار اللي ابعد اللي هو يعني تقريبا 60 كيلو 60 كيلو يعني مش بعيد لكن يعني عبارة اليابان ما بين بلاد جديدة بلاد امبراطورية من الاف السنين اتوقع انه فيها مطارين شيء بسيط يعني مش شيء وايد بالنسبة لعظمة اليابان وتاريخها وعراقتها و
سمعتها الطيبة في التكنولوجيا والتطور والثقافة والنظافة والسياحة، والسياحة خاصة السياحة التكنولوجية، والحين سياحتهم، والحين بعد ترى ما شاء الله بعد سياحتهم الحين هالأيام عندهم موعد، كل فصل من فصول السنة يمتاز بنوع سياحة عندهم. في إن شاء الله هذا أنا بقوم بشرحه في خلال العشرة أيام اللي أنا بكون متواجد فيها في اليابان. أنا موجود في اليابان في استضافة من اليابان من شركة اسمها نور ترافل. نور ترافل هي شركة يا ربي ما شاء الله عليك يا فوق حشرتني. شركة نور ترافل الله يحفظكم من الشركات الكبيرة المعروفة عالميا، فهي من النوع اللي ترتب زيارة اليابان وغير اليابان انطلاقا من اليابان، فهي ترتب الجروبات السياحية داخل اليابان وخارجها، ترتب تذاكر السفر والفنادق والسيايير والمترجمين وجليسة الأطفال في الفنادق، وتقوم بخدمات كبيرة 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 كبيرة. إن شاء الله بقوم بخبركم بها وأنا طول هالعشرة أيام بتشوفون روحكم بتلمسون الخدمات اللي تقدمها الشركة. شركة عريقة سمعتها طيبة داخل اليابان وخارجها، اسمها نور ترافل. الحين بحط لكم حسابها إذا الله جعلنا ملحيين، وأنا ساير في استضافة على استضافة، أنا واصل اليابان وأنا عندي زيارة في اليابان، بكون في استضافة هذه الشركة فنادقي وسيايير وترجمين طعمي وسيارتي وجيتي كل أبوي هم اللي مسوين ترتيب ماله ترتيبي في الرحلة هذه الطويلة. عشرة أيام مش شيء بسيط، لكن رحت عشرة اليابان تستحق الواحد يجلس فيها مش أقل عن عشرة أيام مش أقل. قبل ثلاثة أسابيع كانت زيارتي إلى باكو، بعدها كان على متن طيران الاتحاد لتسيير أول رحلة تجارية تربط بين عاصمة أذربيجان وأبو ظبي. كنت أنا دعوة رسمية من طيران الاتحاد، فلذلك قلت أن باكو كعاصمة لا تستحق تقيم فيها أكثر عن خمسة أيام بالكثير، أكثر شيء ما تقدر. هذا من ناحية رأيي أنا، كل إنسان عنده رأيه. خمسة أيام أكثر شيء، هذا كان مقترحي من أول ما جيت من قبل سنتين ثلاث. أول ما جيت قلت أنا الكلام هذا ورديت وعدت مرة ثانية، قلت أن الواحد ما يروم يسكن فيها أكثر عن أربع خمسة أيام بالكثير. بلادهم زين وفنان اللي هي أذربيجان زين باكو، نعم غير ما بمال أكثر عن ثلاث أربعة أيام أو خمسة أيام مرة عادة. إيه ولا طوكيو بلاد عريض هالمكان لأنه يعجبنا، مبدأ شيء بسيط أنك أنت تروم بلد تجلس فيها ثلاثة أربعة أيام، هي مسافة ثمان ساعات طيران. طيران اللهم لك الحمد مريح، طيران الاتحاد وخدمة تمزينة، بالرغم من رقت والله، لكن هي ما تعرف على خدمة ما شاء الله من أرقى ما يكون، وأكلهم نظيف وفنان وكل شيء زين يعني نادر شيء يبقى. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بوافيكم كل ما هو طيب وجيد ويسر زيارة إلى اليابان إن شاء الله. من المتعارف عليه أنك أنت السائح لما تزور بلد بتشوف بلادهم، شفت بلادهم كلها، طالعت بلادهم شفت زينها وعلمها وخبرها، انك انت بطريقة غير مباشرة تنقل للبلد اللي انت زايرها من طريقة تعاملك وخاطبتك مع العرب، اشيك علمك خبرك مذهبك معناك، تنقل لهم ثقافة بلادك الى وقت بلادهم، تشوق اللي انت زايرها ان بلادهم بلد سياحي وان بلادهم ما تزيد
تزيد على بلادك بشيء، اليوم زادوا بشيء معين، نحن نبغى نتفوق بأشياء معينة أكثر. لذلك هالفكرة لازم توصلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وايد ضروري أنك أنت يا الإنسان من توصل ديرة الغربة تنقل ثقافات بلادك وعلمك كل ما يسر يؤدي إلى الجذب السياحي، تطري عند المكان الناس اللي أنت زايرة لهم. ضروري أنك تخبرهم كل تفاخر وكل فخر وكل معزة وكل كبرياء ظاهر من دولة الإمارات. اللي يظهر من دولة الإمارات أنت ما بظاهر من بلاد الشعبي، أنت ظاهر من بلاد ما شاء الله صليجي صار عليه وسمع مسوي لنا حكومة مسوي لنا حكام الله يحفظهم طول عمر بعلاقات دبلوماسية وترتيب بلادنا وقوانينها واللي قبل هذا وهذا أمنها وأمانها من أأمن البلدان اللي على وجه الأرض. اللهم أكبر. أعتقد أن دارهم ممطورة جايينهم مطر. شوف الدنيا كلها خرسان وتصالك صليج الشوارع سوي الحمد لله على السلامة. يا سلام يا سلام على الخالدي. Thank you 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 very much. شيء جميل شو إبراهيم ها وأحمد رقم واحد يس. والله براد بريد أخت آمنة مشكورة على حسن الاستقبال بارك الله فيك جزاك الله خير مشكورة. هاي الأخت آمنة هي اللي منسقت لنا الرحلة. الله يرحبك على فضله. مشكورة مشكورة يا آمنة بارك الله فيك. استقبال جميل وحاوي البرنامج كامل الرحلة مالتنا إن شاء الله. صح ولا أنا غلطان؟ صح. إيه بارك الله فيك. فاللي أحد تسألني تقول أنتوا تعبانين تبغون ترتاحون ولا لا بيودونا الفندق ننزل سامانا بنصلي وبنطلع بنطلع. إن شاء الله. زين. Your name؟ ما شاء الله عليك يا شوري حياك الله. انا اسمي ميا. مرحبا بكم باليابان. حياك الله. وهذا اسمه ابراهيم توفيق من الامارات. ويلكم تو امارات. محمد صليطي فروم امارات اند ويلكم ان شاء الله تو امارات. وانا خالد الخالدي. We are waiting for your visiting to UAE. يلا اوكي. ان يابو ابوي اول ماينا يابو سيارتين. هاي سياره واحده للاغراض وهاي سيارتنا نحن. يلا هاي يلا يلا عاد انت تترامى بكبرك ويا ابو احمد. مالي ابونا يا ابو احمد. ما شاء الله عليكم مزرت عائلة أكبر عن شي سيارة ماشي انتزرت من نفرين. ياركم الله ياركم الله. في واي فاي هنا في شاحن لو بتحب أي شيء. بارك الله فيك مشكورة.
مرحبا ابو توفيق. مرحبا 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 ابو احمد. سلام عليك محمد سليطي. يا رب ياسمين احتشرت من المسجات اللي جت. الله الله في بابا، الله الله في عيالك وبناتك. يا الله عاد انت تترامى بكبرك ويا ابو احمد. هذا ابونا ابونا يا ابو احمد. ما شاء الله عليكم زرت عيل اكبر عن شي سياره ما شيء انتزرت من نفرين. ياركم الله ياركم الله. في واي فاي هنا في شاحن لو بتحب اي شيء. بارك الله فيك مشكوره. مرحبا ابو توفيق. مرحبا 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 ابو احمد. سلام عليكم محمد سليطي. يا رب ياسمين احتشرت من المسجات اللي جت. الله الله في بابا، الله الله في عيالك وبناتك. شروني الله الله فيه والله الله فيه. قول لهم انا من قبل من قبلكم يا قبل تستوي. ايوه ايوه. كم عرفتنا كم محمد؟ ما بقى لنا 40 سنه ما شاء الله. اي لا يا والله زاد فوق فوق. زادهم يقولوا لي ابوي تساري ابوي كلكم شواب، ثلاثه كلكم شواب، بس ابراهيم توفيق شويه فيه فيه هب اكثر عنكم. اكبر عنكم. الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يعطيكم الصحه والعافيه. ان شاء الله اتمنى انها تكون رحله جيده وممتعه ومفيده. اكيد يا ابو احمد وياك. لنا ولهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بس عم تدردي انا ابوك. ايه استر علينا. استر علينا. قالبها يا حبيب النبي رفع وحده. انا ابوي ابوي عطشان على ابو مراقين نعيش وسلاش الطياره ما ادري ايش كان تبع ريوق عيش. ايه طياره كرام ابوي كرام ابوي ظاهر من عيونهم. 30 minutes from the hotel until the airport. Airport is 1 hour but here is 30 minutes. ساعه من الفندق لين ال لين لين المطار، قصدي من المطار لين الفندق، وحين محمد ظهرنا من نص ساعة، باجيات لنا نص ساعة تقريبا، باجي نوصل نص ساعة. فرشتها؟ أنا أدور. الحين أمك ياسر صورنا هذه ولا منين؟ أمك تي فنانة وغاوية؟ ما شاء الله على أمك. أقول لكم أنا مفروض إني ما أفتح الموضوع هذا. حب قضية ما افتح الموضوع يعني ما من المفروض ان كل من نبح بعقنا في ثمه حصة بعيز كم بوبل وهذا واحد من اللي نابحون الحين تو شو تشوفون في من المناجيد هالفيديو بيني وبين اللم اللي ياسر صورنا اقل عن متر يعني اللم تسمعني واللم تدري انا شو قلت شو ما قلت وقدامها وقدام العيال قدام الرب العرب أنا شو اللي قلته؟ ما شاء الله أمك هاي زينة فنانة وغاوية، أبوك زين ومحترم، أختك طيبة، خالك فنانة بيدك مطوعة، أبوك عالم، أمك كلام عادي ينقال. شو بقول أمك عبرة؟ أمك ما تتشاهد؟ بسكت؟ أنا أبوي من ربي خلقني ما كنت قلت حق حد كلمة غضب خاطره وهو إنسان سمح. السمح برمس عنه الرمس السمح. والعبرة اللي ما يتشاهد بقول أنا عبرة وما تتشاهد وبعق في الشوج المتنجس ويوم ما بيوز له بشتري بعد من السوق وبكود فيه شيء بقناج وشيء بالقول وشيء بصياني وشيء بيعرف وشيء ما يعرف بكود فيه صورة عادية فيديو عادي قدامها وقدام عيالها وقدام هالبيت عادي ما بدنا حينة حاط في التعليق والله هاي الحرمة باكر رايلها ما ادري شو بيسوي يوم بيسمع الفيديو هذا انت ايش دراك ان رايلها عندنا ما بعدنا لكن انا حين قالوا لي هذا الرجال لو هو في خير انت مفروض انك ما تنزل نفسك ترد عليه لكن انا ما برد عليه لكن ابوي حين البلاد ابوي الحكومة والقوانين الالكترونية بعد موجودة وكل حادثة حديث لكل حادثة مالي بارض الحين هو ما سوى الفيديو هذا وحط عليه تعليق الإشارات ويهه
الا قصده انه يعني او ان نحن ما رينا رجال يمدح حرمه. لا بمدح حرمه عيل، انا ما بسب الحرمه، بسبها لو فيها مسبنا ما بسبها، ما بالك الحين حرمه وترمس وياي وتسولف وعلني في مول قدام العرب، شو بقول لها يعني؟ ولا رمس رمسه خليعه هنا، قلت ما شاء الله على امك غاويه، شو بقول عبره؟ شلقى بلقى عريه تصيح، ما بقول انا ما ما في حاسيه ولا دايخ بنك بسب العرب، اللي فيه مسب العرب بسب، واللي ما فيه مسب انا ما بسب الواد مني والطريق. يا حرمة أقول حق ولدها ما شاء الله هاي مغاوي قدامها يبين ترى بالتصوير نص متر نص متر بيني وبين الكاميرا اللي أمها تصورنا قدامها، لو هي ما تبقى تقول لا تنزل هالفيديو، أنا ما بيايز اللي حد يمدحني الحين، أنت يا ديتشو يوم بغيت تظهر ما بغيت تنتقد إلا كلمتهم طيبة، ليش يقول حق الحرمة أنت غاوي؟ قاوة عليك الدباب قاوي، بقول غاوي على هواية انت كجا مرحبا، ما ادري شو اصلا رمسه دنيئه يدلك ان انسان هذا مش رمسه ريال درب، الريال درب ما يغلط الغلط الخايس، هذا الانسان اللي لسانه زفر هذا يا ابوك الواد تتلاشاه، لكن ان شاء الله بتقولون قال خالد، بتقولون قال ابو محمد اني من ارد علي رفته، لان الشش محامي يغسل شراعه غسال، هاك الفيديو الاولي اللي قبل مال شبره هذاك ابوي قال، ابوي قال محامي ابوي القانون ما يشل، لان هذا الفيديو عمر اكثر عن سنتين ثلاث، الحين هذا من الحين من ساير من يده يديد ياخذ بيك العلم. يلا ايش رايك ابو احمد؟ سلام في محل ابوي، ياك الله ياك وين ساير اخ ابراهيم؟ ايش رايك انت؟ مرة كلامك لا يعلى عليه يا ابو احمد، يا رك الله يا رك الله يا ابراهيم توفيق. قرت ويا حمد الرميثي، حمد الرميثي بن صاع قال لي خالد ما يهمك، قال لي ابويا لا تصخ عنه، قال لي تحمل الصخ عنه، قال لي نحن ابوي بنحط عندنا محامي نسيت والله شو سماه ما ادري شو المنصوري، قال لي بنخبره وبنقول لابوي يظهرون، قلت ابوي ما بظاهر وجهه هذا رامس حاط فويس نوت ويعلق من عقب الفيديو هذا، قال لي بيظهرونه مثل ما ظهروا غيره وبييك ابوي وخشمه في سمونه، كان هاي الساعه حينما لا ينفع الندم بيجيبونه. هوتيل وي ار جوينج ناو، نيم هوتيل امبيريال هوتيل، امبيريال هوتيل از ات فيري جود هوتيل اور نورمال؟ Very good hotel. Very good. قولي. عارفيني عليهم لو سمحتي. His name is Walter. Yes. Mr. Walter. Aha. زين. هاي من إدارة الفندق نازلين الاستقبال. Thank you very much. Thank you very much. هذا فندقنا نحن. هذا المدخل ويتي سيائر، هذا امبيريال هوتيل. ما شاء الله عليك يا ابو احمد. هي الامبيريال هوتيل اللي هو بجنب القصر الامبراطوري. الامبراطوري ما شاء الله بسم الله فندق. ما شاء الله. هذولك هنا سويت إليك أنت، خاص إليك أنت. مشكورين ما قصرتوا. أريد ترى أربعتي معاي في نفس الدور ولا بعيد عني؟ في نفس الدور؟ أنا في نفس الدور. هاي الساكورة هاي الساكورة؟ أيوه. نحن الحين عنوتنا كلها في حق هاي الساكورة. والحين عاد موسمها. How old this hotel? This hotel is, we opened our business 1890. It's been more than 120 years now. Very old hotel. Yes. But look very, very,
Everything is very new. Yes, we are doing refurbishment. We are in 14. This is 14. Uh-huh. Okay. And my friend? 8. Okay. الفندق كلمة ملكي قليلة عليه، كأنك قاعد في قصر تتمشى. الزل وطريقة الفراش وديكورهم كلاسيك على مدير مخلوق. بلاد من كبرى. غرفة 931 غرفة. وأنا مسمر. هنا بسوي تسويق لوكالة أسفار تور ترافل وكمان بكون مرافقة مع الـ VIP person وفقط هاي. شكرا جزيلا. Thank you Teresa. Thank you for everybody. Now we will have a rest for 10 to we pray and we'll change our dressing and we'll go down to have something to eat and we'll go out. I see. So please enjoy yourself. Inshallah. Thank you for Imperial Hotel. Thank you for all of the people here. It was very, very good to see all of you. Thank you very much. Thank you. Inshallah. Thank you very much. Thank you. هاي ضيافتهم؟ هاي ضيافة عندهم عاملة؟ عبارة عن شو؟ هاي شيء. هذا يافتهم على الطريقة لازم البلوت فيها بخار عشان تمسح يدك بتكون معقمة وهيك هاي تي أيوة هاي كيف تقدم كيف تقدم كل شيء عندهم التقاليد اليابانية جلسين على التقاليد اليابانية زي هيك هالتقاليد عندهم لازم اللي يصب الشاي زي هيك تجلس تحت بتصب الشاي ما هو اي حدا بيقدر Thank you. Thank you. لبسنا لهم بويها اللبسة على مال بلاد هم هلا فيها برنيطة بعد مرة تبين ما شوفها هذا يلا هذا جوتي عاد اللي عند الكمباني وصل عاد صديق الطفولة محمد والصديق القديم عاد أبو خليل إبراهيم وحين الله يحفظكم اعتقد بيعشونا في الفندق هذا صليتوا زين قلت وش لكم انتوا حاطين مال جبله وحاطين سيايد بعد سيايتين انا سياد وحده حاطين لي ليش قلت لك سياد قال لي لا هذه زوليه لا سياد ما تشوف حاطين مال جبله والله استر علينا قول لك صبر ابراهيم شو قال لك محمد شو قال لك قال لي الزولية لا خلي الزولية عن لا توك وقت الظهرة ايه قال انتم رايكم سيروا وتمشوا وانا برقد ليش؟ قلت له زين براي ترقد قال انت مجنون خالد بيخلينا نرقد ينبح علي ينبح عادي ايه نعم ينبح رب الله اللي ما اعرف انا بتخبريني امن عن الفندق مالنا هذا اللي احنا فيه؟ امبريال هوتيل هو فايف ستار هوتيل هنا في اليابان نعم يا ريت بصوت عالي هو فايف ستار هوتيل هنا في اليابان نعم كمان قريب من جينزا 13 دقيقة جينزا شو هي جينزا؟ ناس ما يعرفون شو جينزا اوكي جينزا هي اللي فيها الماركت العالمية أكبر
أكبر الماركات العالمية موجودة فيها. نعم. كل الكاستم بتحب كلها بتروح للجنزة. نعم. علشان الفنادق قريبة. بس هاي إمبريال هوتيل مرة كويس. أنا سكنت آخر مرة في جنزة صح؟ صح. المرة اللي فاتت. أيوة صح. أيوة. هاي قريب ومرة مريح. كم يبعد عن جنزة؟ 13 دقيقة على رجولك بتمشي. نعم. وهي كل المولات قريبة منه من هنا. بس تفرج من هنا قريبة إلى ما هو بعيد عليه. يعني إحنا في عين الماء. أيوة. داون تاون. أيوة. بارك الله. مرة اللي خطفة الله يحفظكم أنا جاي ويا عن طريق وكالة المسعود على الله يحفظهم وكالة النسمو اللي هي نيسان. فكان كان ثلاث أيام إحنا قعدنا آخر مرة. صح. قعدنا ثلاث أيام لكن ثلاث أيام مضغوطات ما نسير الحجر لحق رقاد هبابا تراسنا ونتشينا من نصبح لنمسي عروبنا عوارة لوكالة المسعود. لكن الودي هاي جايين كان كنا في شغل ما نروم نرمس عن شيء غير الشغل اللي نحن جايين وعانين عسبه. الجاية هذه أنا جايتي حين مخصوص لشركة باستضافة نور ترافل. جاي أنا مخصوص على أساس أنهم يروونا البلاد وشو فيها وشو علمها وشو خبرها والفنادق هالزينة يعني كل شيء يختص فيك انت يا اليابان بتلقطونه إن شاء الله في حساب خالد الخالدي في هالعشرة أيام الجايات. عامنا شيء يميز فندقنا عن الفنادق الثانية فندق الرويال شو اسمه؟ إمبريال هوتيل. شيء يميز عن الفنادق اللي غير؟ هي أول شيء أكبر فندق هنا في طوكيو. في طوكيو هاي. نعم. وفي القريب كمان. وعمره كبير في العمر هو مبني سنة 1800. أنا سمعت. أيوة. سنة 1800 وشيء. ايوه. وكم غرفة فيه؟ 936 غرفة. بلاد واثاثه في منتهى الروعة. وإلك انت هاي سويت خاص وهي الاستقبال اللي سووه هو الديركتور حقت الامبريال هوتيل ما شاء الله عليهم وافين. وهي الاشخاص كلهم اعطونا كارتهم اللي هو الامبريال الديركتور والثاني التسويق حقت الفندق. نعم. وبس هاي اكثر شيء اكبر في أكثر ناس معروفين؟ معروفين الشخصيات المعروفة. نعم. من أمريكا من فرنش من أي مكان بيجوا كمان هنا الفندق اللي نحن فيه. أيوة. هذا مدخل جينزا وهذا الفندق اللي دخلنا هاك اليوم شو اسمه؟ هوتيل. شو اسمه؟ The Peninsula Hotel. اللي معرسين قدامه ناس كانوا. أيوة. ريال حرمة مسوي عقد قرار قريب هنا جينزا خلاص. أيوة والله وهذا قريب يعني. أيوة نقدر نتمشى فيه صح؟ أيوة بتتمشى. نحن حبوا سايرين الحين رايحين الفندق للغدا. نعم. وهي حديقة الامبراطور اللي قلت لك عليها. اها اللي احنا جايين علشانها. أيوة. بنتغدى بنروح حديقة الامبراطور. بنتغدى بنروح لشيبويا. شيبويا منو؟ شيبويا هي قصة الكلب اللي جلس الوفاء كيف يفرجيك الوفاء الياباني كيف جلس الكلب هاي ثمانية سنين بينتظر راعيه. في راعيه أيوة في المحطة في تمثل حقة الكلب موجودة هاي في شيبويا وفيها هاي فيها مناطق فيها مولات مرة حلوة وهي الشبابية كمان. نعم. قصر الامبراطور. هي قصر الامبراطور وهي النهر حصانا لقصر الامبراطور. أيوة. عادة في كل قصور العالم. أيوة القصور القديمة من العصور الوسطى يكون القصر في النص ودور مدارة يكون نهر بحيرة نهر. هاي قصر الامبراطور ممكن بتدخل والامبراطور هنا في اليابان عيد ميلاده بيكون يوم 24 ديسمبر الحمد لله بنكون موجودين ان شاء الله. هاي ممكن بتقدر اي سائح اي اجنبي اي ياباني بيقدر بيسلم على الامبراطور هو يوم عيد ميلاده الامبراطور بيسلم على اي انسان وبيخرج هو يوم 24 ديسمبر بيخلينا نسلم عليه؟ ايوه يوم انا وربعي محمد صليطي. أيوة. وابراهيم توفيق يوم 24 ديسمبر لازم تقولين له لازم تخبرينه تقولين حق تقول حق الامبراطور محمد بن احمد الصليطي وابراهيم توفيق وخالد الخالدي جايين كبوي يبون يسلمون عليه. يا مرحبا بيهم. ما بيقول له؟ لا يوم 24 ديسمبر عنده. زين احنا 24 وين بنكون؟
20 ديسمبر؟ ايوه ما بهذا اللي علينا ترى ديسمبر؟ هي احنا مارش 3 هي ها هي كلها حق والله العظيم تحرحين حتى فرحت اقول لك 9 شهور هي ها ان شاء الله ممكن عشان استاذ خالد في كثير ناس بتتابع فيه ممكن استاذ خالد حيجي لليابان من شركات ثانيه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله لا ما شاء الله انتوا واجه الكلام عنكم على استقبال الحافل في المطار وفي ما شاء الله منزلين لنا بإدارة الفندق أحسن وأكبر فندق في الاستقبال هذا كله روح فنان وزين مرحبا بارك الله فيك بارك الله فيك يا بنتي الحين برنامجنا شو ابتداء من اليوم ابتداء من يا ريت بسرعة اليوم حنروح هو إن شاء الله لشيبويا الحين حنتغدوا في هاي الأوتيل نعم. بعدين حنروح لشيبويا نعم. وبكرة إن شاء الله أساكوزا وهي الشارع التقليدي الياباني أه. المدينة التقليدية الياباني تراديشنال جابانيز كيف بتشوفوا العرب القديمة بكرة. هاي بكرة لا لا خلينا من بكرة اليوم بكرة. اليوم شو بنسوي حين رحنا تغدينا قبل غدا شيبويا هي شيبويا وين تقولي لي الكلب موجود مكان الكلب مثل الكلب حنشوفوه الحين في شيبويا اللي ينتظر 8 سنين انزي خلاف وعقب بعدين حنلف هيك شوية في شيبويا وبعدين نرجع علشان خلص الوقت التوقيت بيكون خلص يعني الساعة كم العالم تفتح الصبح والساعة كم يسكرون هما الساعة 10 الصبح للساعة 8 للساعة 10 للشومبينج للساعة 10 10 في الليل في 10 في زين الحمد لله الله يحفظكم مال نصب الجندي المجهول هذا نصب الجندي المجهول اللي عندهم هاي ترى اللي ترجم لنا آمنة ترى جزائرية جزائرية تونسية اي والله هاي شوف السكورة توا بادي الحين بعد 3 أيام بيغدي فل كله كامل هناك بتكون مرة أوضح أوضح إن شاء الله توكلي على الله بارك الله فيك آمنة أيوه ترانا جوعانين على الآخر وانتم معروف ان المطاعم يحطون الاكل شويه الله الله فينا زين ان شاء الله تاكلون هالسكوره يا ربي هالسكوره هاي الورد البيضه اي هاي الورديه زهريه ها هي زهريه وفي بيضه عامل السيزن شو مال الحين الموسم حاليا هو ربيع بس الحين هاي الساكورا مرة هنا الأجانب بيجوا بيحبوا الساكورا علشان هاي الشجرة بس في اليابان موجودة لهيك الياباني يتفاخرون فيها يجتمعون مع أهليهم بس في الساكورا أكثر شيء هاي أيوة. بتكون مثل الأعياد عندنا عيدنا أيوة الله يخليك عيد الفطر وعيد الأضحى لا حتى أنا في كل الغرف نحن غرفتي وغرفات ربعي أيوة. في سجادة مع الصلاة وفي مكان للقبلة في كل الغرف صح لكل الغرف هي علشان امبريال هوتيل هي هو بيحب العرب بيجوا لهيك مسوي كل شيء للمسلمين مريحة إلهم سبحان الله أيوة. هو الفندق هذا ولا كل الفنادق؟ لا في مر أكثر الحين أكثرية الفنادق في اليابان نعم. علشان اليابان في ناريتا في المطارات بتلاقي مكان للصلاة في كل الأماكن بتلاقي مرة الأشياء مريحة هنا كمان الحلال فود بتلاقي كمان صح المطاعم بس في مطاعم في حلال فرندلي في بوك هيك بيكون فيه الجايد حقتك كل المناطق كل شو اسميهم الريستورون حقت الحلال ايوه هاي شارت السكورة هاي وحده مني روحها عازل عمرها سبحانك يا رب سبحانك اقول لك احنا بنقعد 3 أيام في الفندق هذا وبعدين بنروح مدينه ثانيه سابورو هي بالطيران داخلي انزين اوكي كم وقت ساعه ونصف تقريب في الطياره ايوه حنجلس 3 يومين هناك وبعدين حنروح لاوساكا وبعدين حنزور كيوتو وبعدين حنروحوا شيموكاوا هي الفندق مسوي كل شيء حلال للاستاذ خالد هاي انفيتيشن فروم جابان من اليابان حقت السياحه لك انت خاص في هاي الفندق جزاكم الله الخير بارك الله فيكم بالنسبه للي يطلبون رقم تليفون اختنا العزيزه امنه انا ما اقدر اعطي رقم تليفونها هي موظفه في شركه اسمها نور ترافل وانا حطيت العنوان من قبل ساعتين وبحطه مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه
وعاشر طول هالعشرة أيام، لأني أنا جاي في استضافة الشركة هذه اللي هي نور ترافل. فنور ترافل هي تنسق المترجمين، هي موجودة وغيرها يعني رقم كبير ما شاء الله من المترجمين. هذا شو حين؟ هي شركة السيارات جابان ليموزين سيرفيس، هي أول شركة هنا في اليابان. شفت كيف السيرفيس حقها؟ ما شاء الله عليك. كل شيء. هي أول شركة هنا. هي توسان. الحين بسوي لها كابتشر. How old is it your company? Two years. That's why all the cars very new. You have Mercedes car and Mercedes Benz and Toyota Alphard and Hiace and Crown. Yes. Too many cars? Too many? Total 15 vehicles. The big size. Thank you very much. مثل ما سمعتوا عندهم أبوي شركة تمييديد يعني لها سنتين، وعلى هالأساس استغربت أن السيارة كلها يداد يلقن فانات هاي المسدسات وما أدري شو، والأسعار أبوي أنا ما يخصني فيها، يخص الشركة. سمعتوا هاك الأرقاد عن أبو؟ سمعتني أسمعك خر ما شاء الله عليك. شو تعب السفر من ظهرنا يا آمنة؟ هو راقد، كلنا رقدنا. ابراهيم راقد انت بعد؟ لا صاحي. لا هناك في الطياره اول 6 ساعات لا ما رقدت، بعدين رقدت يمكن ساعتين بس. صدق والله؟ نعم. عكسي انا سويت اول ساعه عقب ابوي ما دريت الا يوم وعوني حق الريوق، قال بنو وصلنا ترى انا. هي والله شفت افلام اكشن. سمعتك. انا هنا اعتبروني اختكم، في اي سؤال او في اي شيء في الصحه في الميديكال في كل شيء انا جزاك الله كل خير. ما تقصرين يا آمنة، الله يرحمها. أنت اسمك روحه اسم مبروك، اسمك اسم مبروك. وايد ناس من الجزائر هني؟ تونس. تونس تونس. لا بس 5 عائلة تقريبا. أيوة. أنت عندك عيالة؟ أنا عندي ولدين 17 و18، أولاد زوجي، وعندي بيبي عمره سنة ونص. ماشي. وأنا قابض لك يا بنتي ويا بنتي وعيالك 17. زوجي ما شاء الله عليه. ما فيش مشكلة. عيال ريلك؟ ايوه. ما بعيالك انت؟ لا. انت ريلك جبت لي واحد بيبي. انا بيبي واحد. ايوه قلتي 17. 17 بس زي اولادي. ايوه بارك الله. بس زي اولادي. انت ريلك ياباني؟ تونسي متزوج ياباني. وماتت حرمت؟ انفصلوا وانا انفصل عن اليابانية. ايوه. وخذت تونسية. قرب الله تمقوى. لا عاد شفت منها ما يغير. ما شاء الله. وعيال هاي لا تريد هذا ياباني؟ تونسي. تونسي خذ يابانية؟ أيوة. ورد وخذ شنتي؟ ايوه. ايوه الحين عندك عيال من ريلك اثنين؟ اثنين وعندي بيبي. كلهم اولاد؟ كلهم اولاد. ليل نزيدي ببنيه فقير؟ لا 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 لازم تجيبين لبنيه. لا الحمد لله يبني. لا بنيه فقير عنب لا يبل بغير يبى بنيه. ايوه صح. ايه الحمد لله اكيد وكثير بس الحمد لله. الحمد لله. آمنة جبت لك 3 كراتين تمر. ثلاث كراتين كل كرتون فيه يمكن 20 كيلو او 15 كيلو باذن الله. حاخذهم للمسجد في رمضان وافرقهم باسمك انت ان شاء الله. ان شاء الله بس دفاعت بلا ان شاء الله عن الشيخ خليفه وعيال واخوته وعن روحيات زايد وعن المسلمين اجمعين يا رب العالمين. جسمين على المسلمين ان شاء الله. هذا اللي رمتش اللي ما فيه بيفتنوا عليه طيران الاتحاد ما يرخص حتى لو كيلو واحد ما يقولوا لك ما عليه. ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظك. انا بالصدفه والله الحمد لله يعني ان قدرت اطوفه باذن الله اوصلهم كلهم للمسجد بيه. لا لا خلي شيء حق بيتك انت. الله يحفظك. لازم اول بيتك احنا جايبين حقك وانت الباقي جسمي. جزاك الله خير يا محمد. بسك من الرقاد. جزاك الله خير. اسمعك خر خر. اسمعك انا. ها اسمعك. سمعتني شو اسمه ما بيخليني انا من كذا. الله يكون لك بالمستعان يا ابراهيم.
انك يا ابو ابراهيم ما اشوفك ظلام ضحك شويه حد قال لك مشيت اشوف بالظهر الحين ما شاء الله عليك ما هيك الحين بينت اسعدني مسج يعني الحين من بانكوك اسعدني مسج وخلاني مره امشي مره غير نموذج دجر شفت اللي يمشي بدجر هذا انا حاليا اسعدني مسج والحين بسمعكم اياه نحن الحين في قلب جيبويا. جيبويا هذه مركز يلم كل المولات والأسواق والمحطات والعالم. الناس تيها كلها من كل بلاد تيها المكان. هالمكان من أهم الأماكن في جنتية طوكيو. اسمه جيبويا. وخلاف أنا بخبركم عن الهس كامل اللي يخص جيبويا. الموقع هذا اسمه جيبويا. جيبويا هذا اللي يميز المكان هذا الكلب شو اسمه؟ ها؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ جيبويا ذا لاندمارك. هاتشكو. اللي يميز الموقع هذا الكلب هذا تمثال هذا كان ضايع عنه ربيع ضال الدرب وتم يتري ربيع 7 سنين فالحين سوت مثل التعادات والتقاليد عندهم في اليابان. اللي بيجي اليابان حد يسوي بزنس واعدهم في هالمكان واذا تاخر عليه خلاص ما يعقد معاه اي صفقه تنتهي كل علاقه البزنس اللي بينه وبينه لان ظهر الكلب اوفى عنه فلذلك يجيب اي حد يسوي وياه بزنس يتواعدون وياه في هالمكان فاذا انا تاخر في الموعد معناته ان الكلب اوفى عنه والكلب قدر وهو ما قدر وبس ويفسخون الشراكه اللي بينهم وبينه. ثانك يو. حافظ على الزين شكرا وعمرك لا خليت منك يا ابراهيم. هاي الحين بدايه الزهره كم تستمر؟ بس شهر شهر أربعة آخرة خلاص ولين السنة الجاية. سبحان الله. يجي بويا لازم أن شيبويا اللي يجي بويا ما يعد فوق يركب فوق ها فوق الدور الأول هذاك ويصور العالم يوم تمشي. الحين بركب فوق بصور لكم هالعالم كلها. ما منظر جميل هذا ملتقى الشباب ملتقى العالم كلهم هالتقاطع اللي تشوفونه. اي وينو يجيب محمد ربي يا فضايح يا في العالم. شوف هالتقاطع من أهم الأماكن في جنتية طوكيو. من أهم الأماكن العالم. أنت من آخر الدنيا عسبة بس عسبي يشوفون هالزحمة.
شوف العالم. ها شوف حلو بقت الإشارة. شوف شوف لا إله إلا الله. شوف سبحانك يا رب. كم عشانا ترى ابوي الساعة 7:30 موعدنا، موعدنا على العشاء حجزنا اللي في الفندق اللي في المطعم اللي حاجزين العشاء عندهم الساعة 7:30. كل شيء الموسم هذا ينقلب الى وردي وردي ساكورا كل شيء، حتى السويت حتى المربى كل شيء. المربى هذا مربى ساكورا كل شيء بيسويه بالديكوريشن حقت ديكورا. كان هي ما تسوي عسل، هي بالفراولة بس هم بيسووها هيك. والفراوله ها ليش هذي محاطين؟ شو السبب يعني؟ يعني مميز المكان ها لان فراولته طبيعيه يعني طبيعيه، ما في اي كيميكال، ما في اي شيء. رايت جيد جيد. هي كل ساكورا عندهم، كل شيء ساكورا. هنا مع محمد الرميثي هاك اليوم هني، نحن شاب هني كان يدرس ومشانا في هالاماكن كلها يزاح الله خير. من كم من يوم ياني البيت هو مع ابوه ما شاء الله عليه. هذا شو تقول؟ What you said about this one? Ichimaruku. Ichimaruku. This is mall. Shopping mall. Shopping mall, huh? For young person. For young person. But we have in United Arab Emirates Dubai Mall. You know Dubai Mall? Yes, I know Dubai Mall. Very good. Very good. All Emirates very good. Everything in Emirates very good. Dubai Mall, it's one of hundreds malls in United Arab Emirates. But it's the famous one. But the other malls, not less than this one. All of them five star. Nothing normal in our. كيف عرفتيني؟ في عائلة هنا اجت من الخليج وقالت لي هي في سناب شات ما شاء الله. كل شيء وقعدت بتابع فيك، بيعجبوني نصايحك على النباتات، بيعجبوني حكاياتك هيك بتحكي فيها. انا بتابع قعدت بتابع فيك، وبعدين لما اجى المدير اشتغلت في هي الشركة وكلت اصفر نور ترافل، قلت له انا بعرف سناب شات اول واحد في سناب شات كيف انت كرموك ما بتذكر شيء مع التكريمات لما التكريمات كيف انت في سما دبي في كل الاماكن انا بتابع فيك. وبعدين انا فرجيت هاي المديري ومديري عجبه الحكاية وكل الوزارة السياحة هنا في اليابان بتابع فيك الحين ما شاء الله. ليه شو السبب؟ علشان هنا في وزارة السياحة باليابان اي اعلان على الوزارة او على السياحة وهيك بيفرحوا، وهم مسوين للامارات سون فيزا بدون تأشيرة هنا بتدخل اليابان. ايوة وانت ضيف لهم حين كل في هاي الاستقبال هنا، وفي استقبال في سابورو، وفي فندق كمان حيستقبلوك وحتشوف الاستقبالات ما هي حقت اليوم. ان شاء الله حتشوف اشياء جديدة بيضاء. هذا اللي تسوونه الشركة يسوي حق كل الناس ولا في حد دون حد؟ لا 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 كل الناس زي بعض، ولا حتى بس حجز جايد أو حجز بس فندق أو حجز بس سيارة. كل شيء احنا عنا سيرفيس استقبال من المطار والرجعة ببلاش. هاي مدير يسويه هاي فري فري من عندهم يوصل ويرجع بس إذا بتحجز من عندهم. أيوة لا اللي أقصد حفاوة الاستقبال الكبير اللي حصلتها أنا لين الحين، هل هذا الاستقبالات من إدارات الفنادق والمطار هذا من لكل الناس؟ هي خصيصا إلك بصراحة اليوم. أيوة بصراحة إلك للناس العادية في ناس هيك، بس إلك أنت علشان كل اليابان الحين بتتابع في الأستاذ خالد الخالدي. هاي شركة السيارات، الوزارة السياحة، الحكومة اليابانية كلهم بيتابعوا هنا في
وتأمين عليه صحيا، تأمين عليه في السفر، تأمين عليه في كل رحلته حتى بيرجع بإذن الله لأبو ظبي. جزاكم الله خير، الله يحفظك، بارك الله فيك. شكرا. وربعي شيء عليهم تأمين ولا بأي تأمين؟ ايوه على راسنا وعيننا، هي مرحبا بيها. ابو يرقود هاي العرس لم راسك اختي امنة، جزاك الله خير، بيض الله وجهك، الله يحفظكم يا رب، الله يطول بعمرك. ما اشوفك، وين بتشوفني ظلمي وهذا تلفونك انت في غبره بعد شنطبة؟ ممكن سمايل بليز؟ يس بس خلاص شفتك. 11 مره ثانيه لو سمحتي. اوكي، هاي 7-11 هي بتدير كل شيء، ممكن تسحب منها الفلوس فيها الاي تي ام، ممكن كمان تدفع فيها فاتورة الكهرباء، فاتورة الموية، فاتورة اي فاتورة من فاتورات الاداءات في اليابان هنا ممكن تدفعها في ال 7-11 او فاميلي مارت. هو معروف ان 7-11 سوبر ماركت، هي سوبر ماركت، وهي كمان هنا في اليابان سوبر ماركت فاميلي مارت 7-11 او لاوسن، اني واحده بتكون هي ملمه بتدفع فيها، بتسحب منها الفلوس، بتشتري منها كل شيء، يعني تقضي حوائج كل انسان، حوائج كل انسان، حتى البرنت فيها كل شيء فيها، سبحان الله. وهي 7-11 ايوه، يعني هي امريكيه الاصل. أيوة. الشركه هاي امريكيه، شركة موجوده أمريكية. من سوى الدنيا في كل أيوة. بلد، لكن في اليابان بالذات تسوي كل الخدمات، كل الخدمات، مش بس تبيع اكل وشرب وما ادري شو، ما كانتين، تقضي كل شيء يحتاج له الانسان الياباني تقضي له اياه. مدخلين في خدمات السوبر ماركت هذا ان تدفع فواتير كهرباء، فواتير ماي، تصرف بيزات، تدخل بيزات، ماكينه صرف، مكتبه، كل شيء طحنت الزمان كله ابوي عنده. يا رك الله يا ابو احمد، يا رك الله، الله يجيرك يا ابو محمد. لا عليك، خلني شو ارقد، ما بقيت لا ساعه كم في بالمناديد هالفيديو بيني وبين اللم اللي ياسر صور، شو تشوفين امي؟ اللم اللي مصور انت شو تشوفين؟ اشوف خالتي، خالتي تابعينك اليوم ولا بس اليوم؟ لا لا كل يوم، كل يوم، لو انا مريضه تابعه. انتي حين وين؟ انا في بانكوك حيني، وشايفني شايفنك في بانكوك؟ ايه، وموعدنك بيزورك صح؟ بيزور بيي حين بيي. ومنو يتابع بعد؟ واللمات كلها يبوش، ما عندنا اشغال، عندنا اشغال، شو يسوون بيسمعون؟ وهو ما مقصر، شويفات حلوة ومنطوقة فنان، كل كلامه صدق، كل الصدق من الواقع صح؟ كله والله صدق. يا حافظ عليك يا ابو محمد، حلبتيني. شوف انت ها وين من سنين ما جاء عبد الله عامل بتراشد من ثاني تابعك من بانكوك، وهي مريضه في المستشفى، انت هي كلهم في المستشفى يتابعونك. مرسلنا عبد الله غانم معك اليوم اول ما جزاك الله خير، يحظك بالدعوات اللي يدعون لك اياها، طول عمرك ونحن ننتظرك في بانكوك. لازم هذا المطعم اللي الحين ساري لهذا؟ ايوه باربيكيو ريستورانت. شو معنى؟ جابانيز ستايل. جابانيز ستايل، شو اكله هذا يعني؟ كل حلاله؟ زين، شكرا شكرا. الشيء فضايحنا يا فضايحنا أستاذ ثقيل ما شاء الله عليك كل بالأطنان ما شاء الله الشيء أبوكم هاي thank you يلا وينه يلا بوي يلا بسم الله يلا خطفوا خطف محمد يلا هاي يقول لك ابو سامان في شو لك اياها تشو تاكل قلت ها انت لا اله امنه السلام عليكم قولي كل الكلام اللي الحين قلتي حق ابراهيم سالها سؤال شو كان سؤالك
شو كان سؤالك ابراهيم؟ سالتها انك انت بعيده ساكنه عن المدينه. يلا تفضلي. انا بيتي قريبه 20 دقيقه لهانيدا ايريبورت. 15 دقيقة على طوكيو ستيشن. أنا قريبة، أي كاستم بيجي بالليل بيجي بالنهار أنا قريبة إلك. شو عن حياتك الخاصة؟ أنا متزوجة وعندي 3 أولاد. لا بعد كبري، شو شو تشتغلين؟ أنا أشتغل تسويق في نورو ترافل، وكمان ماركتينج، وكمان أكون مرافقة للبي بي 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 ودراسة درسين أدرس فرنسي وعربي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله يبارك فيك وسامحيني على ها كله صورته ونزلته و... يعني الناس تبغي تعرف، الناس تبغي تعرف الشخصية اللي نحن معاها، اللي ترجم لنا وتساعدنا، فأنا أفضل شي يعني. جزاك الله خير. في حد غيرك في الشركة؟ في وحدة تحكي ألمانية وتحكي عربي، وفي كمان شوري بتحكي عربي ليتل بيتل بس تحكي عربي. نعم. وكمان عندنا ستاف ياباني بيحكي بالعربي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. هي ما تدري شو بقولها. هاي آمنة. لا 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 عندي نفس التبع فيها. لا لا ما عليه ما عليه، لا لا موضوع ثاني موضوع ثاني. أقول لك أنت تعرفين أول مرة شفتك أنا فيها، أنا وربعي ريايل بالحنة تروعنا خفنا منك والله. إبراهيم ما نعرفها في نص الشارع، مسكتني من إيدي الأخ خالد، بسم الله هاي من هو الأخ خالد؟ قصة الشارع هذا اللي في الماركات. أنت كيف عرفتي مكاني وموقعي؟ كنت أنا بتابع في سناب شات، رحت لحديقة الإمبراطور ما تحصلت عليه، وبعدين رحت الجنزة وأنا بتابع فيك هيك كل حتى وصلت عليك. كلمت هاي الرجال بس رحت كلمت. إيه والله تصرعت أنا أول ما شفت، بسم الله هاي شعرفها فيي. الله يخليك ان شاء الله ويطول بعمرك. ما طلعت خليني اسجل هالرمسي يا سهيت عندها، قالت وينها عايشه في نص نيبال، هي وابوها ويدها وامها، ما حد غيرهم، ما عندهم لا جيران ولا شياتي، وما ادري شو قالت رمس وايد ما طلعت خليني اصور. هذا اللي تشوفون الابيض هذا الفاصوليا بيضه، اظن يروبونها ويطحنونها ويجيبونها شي قوس قوس اكسر قوس قوس. الكسر بكسرته عباره عن مثل الروبه وعليها صوص، وهذا ما ادري شو، وهذا بعد حبوب ما يندرى بشو، وهذا ها ابراهيم شبلاك سلامتك يا خالد. هذا في بعد بيض من غير ما يندرس. في أكلهم بيض هو طبيعي. جربه. أبوي عني أنا أكل كل شيء. هذا بيض داخل مدحك. ما هو؟ أتنا الله يحفظكم يبون هذا الصحن شيء ويأكلون من العرب كلها. قلت أبوي يردوا يبوننا من هذا ثمانية تصحون يلا يلا سدن. أنا أبو بنحلف عليه. ترى هاي مشكلتهم الاكل، الاكل يوم يجيبونه بقياس ترى على احجامهم زين، في ترتيبهم انك روحك عاد تشوي اللحم اللي يجيبون لك اياه، لحمهم ها مال باجيو ها العيل اللي يقرقطونه. ترى والله ما امزح وياكم قبل ما يذبحونه يقرقطونه ما ايش يسوون به، وعقب يصيرون يذبحونه. بعد يبون لك اللحم هذا اللي تشوفونه، هم تصير تخلص وتاكل منه يابون لك الصحن الثاني اللي هو هذا الحمل ما ادري شو، وعقب الحمل من غير فعدة انواع يبون. هذا مثلا لحمت اللسان هذا الشكن، هذا دياي، وحين بناكل هاي لحمت اللسان
وعقب الحمت الكتف من غير، وكل دقيقة يقول لك شيء وتشوي وانتو الخير باعة. ضرب ياي فضل جدا اللحم يضرب جدا ويه هذا ها عيوب يقول لك خضر ما يرن هذا اللحم أبوي اللي يقرقطونه يأكلونه خلاص قرقطوا والله من صدق رمز أكثرت الحمد الحياد إنك تأكلنا خلاص بس خلاص يلا سرنا ابوي تعشينا وعينا من الله خير وتمشينا والحين عاده وصلتنا الفندق وهذا ابراهيم توفيق يقول لكم تصبحون على خير يا نعم شو هان في تمك تصبحون هذا الصبح يا الفضيحه هذا محمد الصليط بعد يقول لكم تصبحون على خير جود نايت يلا اللقاء ان شاء الله بكره بكره الساعه 9 10 لا 10 بيوني شلونا لا 8 ونص في اللوبي حق نتريق يبقى لنا ساعه لين نتريق زي ابراهيم يلا الساعه 9 ان شاء الله 8 ونص انت لاقه هني مره اللي ليش قبل يوعد الثاني يلا غايته اصبح على الخير يلا مع السلامه مالله